تاريخي ومستحق لمنتخب المغرب العربي. أسود الأطلس فعلوها، كتيبة الرجراجي فعلوها، واستطاعوا أن يقودوا فريق بلادهم إلى نصف نهائي مونديال قطر 2022. لأول مرة يذهب منتخب عربي إلى هذه النتيجة، لأول مرة يصل منتخب عربي وإفريقي إلى المربع الذهبي في كأس العالم. إذن هذا الفوز طبعا فرحة عارمة هنا في الدوحة، كل العرب هنا سعداء بهذه النتيجة. استطاع يوسف النصيري أن يحقق الهدف في الشوط الأول، في نهاية الشوط الأول، هذا الهدف الذي استطاعت المغرب أن تحافظ عليه رغم دخول كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني إلى المباراة، لكنه لم يستطع وزملائه أن يعادلوا النتيجة. هذه المباراة تاريخية، هذه المباراة هي تعتبر المباراة النهائية أيضا لكريستيانو رونالدو، هذه آخر مرة سيلعب فيها في كأس العالم. إذن أسود الأطلس استطاعوا أن يصلوا إلى نصف النهائي، وفي انتظار نتيجة مباراة إنجلترا وفرنسا بعد قليل لنعرف من سيكون الفريق الذي سيواجههم في نصف النهائي، إنجلترا أم فرنسا. مبروك للمغرب، مبروك للعرب جميعا، مبروك لنا جميعا هذا الفوز.